ما الذي تصر عليه مصر؟ بصوا يا جماعة، ويمكن مستعد كمان أكلمك أكتر على مسألة أنها أقوى جولة سياسية مصر بتخوضها الحقيقة خلال 50 ويمكن 60 سنة كمان. بصوا يا سادة يا كرام، مصر لديها اتجاه واحد ولا تحيد عنه. إيه هو؟ الأمن القومي العربي. مصر بتعتبر أن الأمن القومي العربي هو جزء لا يتجزأ من أمنها القومي المباشر. مصر لا تتعامل مع الأمن القومي العربي بأي شكل من أشكال التفضيلات. مصر تتعامل مع الأمن القومي والأمن الفلسطيني ومصلحة الشعب الفلسطيني والدولة الفلسطينية كيفما تتعامل مع مصلحتها الشخصية والذاتية بالضبط. يعني مصر عايزة يبقى في دولة مستقلة اسمها فلسطين، مصر عايزة يبقى في حق العودة الكامل للشعب الفلسطيني، وبناء عليه مصر ترفض أي شكل من أشكال التهجير القسري أو الطوعي، ومصر تصر على دخول المساعدات بأي شكل من الأشكال ومهما كانت الأثمان، ولن ترضخ أبدا لأي شكل من أشكال فرض إرادة غير إرادتها عليها. هرجع مرة تانية للدكتور صلاح عبد العاطي رئيس الهيئة الدولية لدعم فلسطين. أهلا بيك مرة تانية يا دكتور. أهلا وسهلا بك وتحياتي لك ولجمهور المشاهدين. إحنا تحياتنا ليك، ويعني مش هحتاج أن أنا أعيد السؤال تاني وأنا في استماع وإنصات لحضرتك. نعم، كما ذكرت بداية نثمن هذه الخطوة المصرية التي تعالت فيها عن كل التحديات وسمحت رغم تحفظاتها على احتلال معبر رفح من الجانب الفلسطيني، ولكن من أجل ضمان منع المجاعة التي الحادة التي تنتشر باتت في قطاع غزة جراء إغلاق معبر رفح البري، وسمحت بإدخال آلاف الشاحنات الآن ولضمان تدفق هذه المساعدات لسكان قطاع غزة الذين يعانون فصول كارثة إنسانية جراء استمرار حرب الإبادة الجماعية لليوم 232 على التوالي، والتي ترتكب فيها دولة الاحتلال جرائم ترقى إلى مستوى جرائم إبادة جماعية وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، ومنذ 14 يوم ويزيد والمساعدات في تناقص لدرجة توقف كل وكالات التنمية والإنسانية والوكالات الدولية وعلى رأسها وكالة الغوث وبرنامج الغذاء العالمي، أي من أنشطتها جراء يعني عدم وجود أي من مواد الغذائية في مخازنها. وكما تعلم جراء اجتياح مدينة رفح ونزوح عدد كبير من السكان إلى مناطق أخرى باتت هناك صعوبة حقيقية، كما تبين بأن الرصيف المائي الذي قامت به الولايات المتحدة الأمريكية والتي ادعت أنه للمساعدات الإنسانية قد فشل ذريعا، عدا عن يعني تضرره اليوم جراء الرياح، كان سابقا عمل لثلاثة أيام أدخل فيها في أحسن الأحوال 25 شاحنة وهي غير كافية. فالمجاعة تنتشر الآن في شمال قطاع غزة جراء تهجير كل سكانها من مخيم جباليا ومشروع بيت لاهيا وبيت لاهيا وتل الزعتر وبلدة جباليا، وإضافة إلى ذلك أن هناك الألاف بل مئات الألاف من المواطنين الآن في مدينة خان يونس في المواصي وفي المنطقة الوسطى يتعرضون إلى مجاعة حادة، وبالتالي هذه الخطوة ستخفف عن السكان المدنيين، ولكنها ليست بديل عن فتح كل المعابر في داخل قطاع غزة من أجل ضمان تدفق المساعدات الإنسانية وتحمل الاحتلال الإسرائيلي مسؤولياته عن إغاثة السكان المدنيين. يعني أقدر أوصف حجم المعاناة الحالية، أو خليني أقول وحتى قبل صبيحة هذا اليوم وصلنا تقريبا إلى كم شهيد وأيضا المفقودين تحت الحطام وأيضا المصابين؟ نعم، نحن نتحدث الآن عن قرابة 36 ألف شهيد ويزيد من الذين وصلوا المستشفيات، 70% منهم أطفال ونساء، عدا عن 10,000 إلى 15,000 تحت ركام منازلهم وجثامين في الشوارع لم يسمح للدفاع المدني أو أطقم الإسعاف لإجلائهم، وبالذات في شمال غزة وفي مناطق الاجتياح البري في رفح. لذلك هذا العدد ومرشح إلى الزيادة، إضافة إلى أكثر من 80 ألف مصاب، 20 ألف منهم يحتاجون إلى العلاج والسفر خارج البلاد لتلقي الخدمات الطبية. فكما تعلم جرى تدمير معظم مستشفيات قطاع غزة ولم يبقى يعمل إلا مستشفيين وبظروف كارثية، يعملون في ظل عدم توفر الوقود والمستلزمات الطبية وفي ظل نقص الأطباء الحاد. وإضافة إلى ذلك نتحدث أيضا عن 2,200,000 الآن باتوا نازحين عن منازلهم بعد أن دمر الاحتلال أكثر من 85% من منشآت ومنازل قطاع غزة
وحتى جرف البنية التحتية ومصادر المياه والطاقة، إضافة إلى استمراره في فرض عقوبات جماعية على قطاع غزة بمنع تدفق المساعدات الإنسانية أو عرقلتها، وعدا عن إغلاق المياه ومنع وقطع الكهرباء عن القطاع الذي يعيش الآن فصول كارثة إنسانية جراء هذه الأوضاع الكارثية من التي تسبب بها الاحتلال. نتحدث عن أكثر من 100,000 طن من المتفجرات على مساحة جغرافية هي الأقل 365 كيلومتر مربع يعيش فيها 2,300,000، الآن بات 6% من سكانها ما بين شهيد وجريح، عدا عن كل سكانها يعيشون الآن على المساعدات الإنسانية بعد أن دمرت سلطات الاحتلال وقوات الاحتلال حياتهم بالكامل. كارثة حقيقية. أنا بشكرك جدا دكتور صلاح، ونتمنى أنه يعني هذه الكارثة تنجلي وأن تنتهي هذه المأساة بالتأكيد لصالحنا كشعب عربي وطبعا للشعب الفلسطيني. بشكرك مرة تانية دكتور صلاح عبد العاطي، رئيس الهيئة الدولية لدعم فلسطين.